يبقى احنا عندنا الميديا يا جماعه حاجتين، يا اما واير يا اما وايرلس. الواير بتاعتنا دي الكابلات ممكن تكون كابلات كابر، كابلات نحاس، او كابلات فايبر. تمام. كابلات النحاس دي نوعين، يا اما كوأكسيال كيبل، شكل بتاع الدش بالظبط بتاعك كده اللي في البيت بتاع الرسيفر، يا اما كوأكسيال كيبل. تمام كده. لا اما الكابل بتاعنا اللي مشهور قوي عندنا هنا في مصر وبنشتغل عليه داتا، اللي هو التويستد بير. التويستد ايه بير اللي احنا نقعد نشرح عليه شويه ده. حلو كده. كابلات الكبر دي ممكن انقل عليها داتا عادي جدا، ما فيش مشكله، يعني ممكن انقل عليها داتا، انا ما عنديش مشكله انقل عليها داتا. تمام كده. بس مش مستخدمه هنا في مصر، هو عايز لها مودم زي المودم اللي بيجي لك عندك في البيت كده، اسمه حاجه اسمها كيبل مودم، بيستخدموها في امريكا. وانا سيرش النهارده كده على النت على حاجه اسمها كيبل مودم، فهو بيستخدم الكابلات الكواكسيال كيبل دي مع كيبل مودم عنده في البيت عشان ان عليها الداتا، بتبقى شايله داتا وتي في كمان، قنوات فضائيه وما اعرفش ايه. فالكيبل مودم ده بيفصل التي في يروح للتلفزيون والداتا تروح للايه، للكمبيوتر. بس احنا عندنا في مصر وفي اوروبا مش شغالين بالطريقه دي، شغالين بطريقه التويستد بير اللي نقعد نشرح فيها شويه، اللي هو كابل النت العادي بتاعنا ده. تمام. طيب في كابلات تانية اسرع واحسن من كابلات النحاسيه، اللي هي الكابلات الفايبر، اللي هو زي ده كده مثلا. ده كابل فايبر، في عندنا زي ما دي وسطيه فايبر بس دي فرعين. لما اجي انقل داتا ما بين جهازين بحتاج فرعين من دول، واحده سن واحده سيف. الار جي بتاعنا ده هو او السوكت ده في منه انواع كتير، يعني مش اس اف بي بس زي ده، لا في منه انواع كتير ثانيه، مش شرط يكون ده على حسب الدراسه اللي انت بتعملها. تمام. الفايبر ده هو يا جماعه في منه سنجل مود وفي منه مالتي مود. المالتي مود ده كان بيمشيني مسافه اب تو 2 كيلو تقريبا، شيل الداتا المود لمسافه 2 كيلو، وبعد ال 2 كيلو عايز له ريبيتر تاني. السنجل مود اللي هو زي ده كده ممكن الكيبل بتاعك يوصل لحد 100 كيلو وما انتش عايز ريبيتر. فالسنجل مود ده احسن من مالتي مود، ده بيشيل لحد 100 كيلو. تمام كده؟ هو مش محتاج ريبيتر. طبعا انتوا عارفين ان كابل النحاس بتاعنا العادي ده هو اللي هو التويستد بير بيشيل لك لحد كام؟ 100 متر. هو الستاندر بتاعه كده. ولازم احط له بقى ريبيتر او سويتش او احط له اي حاجه تعمل جنريت للسيجنال تاني. اخر 100 متر نحاس. كان اي 5 ولا اي؟ كات 5 او كات 6 اخرك 100 متر. تمام؟ الوايرلس طبعا زي ما احنا عارفين الوايرلس لو انت عندك مساحه صغيره ممكن تشتغل بلوتوث، ده اصغر حاجه عندنا في الوايرلس. لو انت عندك مساحه كبيره شويه 300 متر كده وانت طالع، او 300 متر اسف فيما اقل، تشغل واي فاي. طب عندي 2 كيلو و5 كيلو وكلام من ده لحد 50 كيلو اشتغل واي ماكس. اكبر من 50 كيلو بقى وانت طالع كده يا باشا تشتغل ايه؟ التكنولوجي بتاع الموبايل بقى، الجي اس ام والجي ار بي اس والحاجات بتاع الموبايل بقى، واليو ام تي اس والال تي اي اللي هي الفور جنريشن اللي احنا كلنا هنحول عليها قريب. تكنولوجي بقى بتاع الموبايل بقى مغطي مصر بحالها. ده لو انت هتشتغل ايه التكنولوجي بتاعت ايه الوايرلس. تمام كده. والوايرلس له شابتر لوحده هنتكلم فيه عن الواي فاي ازاي نشتغله. تمام. تعال نشوف التويستد بير بقى. التويستد بير او كابل التويستد بير اللي هو الكابل المتضفر بتاعتنا اهو، في منه نوعين، في منه نوع اسمه تشيلدد تويستد بير، وفي منه نوع اسمه انشيلدد تويستد بير. في منه بيقول لك عليه اس تي بي اللي هو تشيلدد، الاس دي اللي هي تشيلدد تويستد بير، وفي منه نوع اسمه يو تي بي اللي هو الانشيلدد تويستد بير. لو جينا بصينا ده الانشيلدد اهو اللي هو ده كابل العادي بتاعنا ده الانشيلدد اهو. لو انت جيت تعالى السلك ده تلاقي كل الكابلات بتاعتك على بعضيها بره هنا،
يعني لو عملنا ده كده شويه شايفين؟ هو اولا كل جزء متضفر حوالين بعضه عشان كده بقول عليه تويستد اهو، لان معمول عليه حاجه اسمها كانسليشن. يعني ايه كانسليشن؟ ها انا لو ماشي طيار كهرباء هنا ماشي طيار كهرباء هنا ماشي طيار كهرباء هنا ماشي طيار كهرباء هنا هيبوظوا بعض. عارفين قاعده الياس اليسرى للفليمنج كده التيار يبقى ماشي كده المجال المغناطيسي يبقى ماشي كده. فعشان كده بنحط كل كابلين متعامدين على بعض عشان كل كابل ماشي فيه كهرباء بيبقى عامل حواليه حس مغناطيسي كده. فانا عايز واحد يبقى عامل حس مغناطيسي اليماني وواحد يبقى عامل حس كده تمام كده بالظبط عشان ما يقصوش على بعض وعشان كده احنا مضفرين تمام. ده انشيلدد مش معزول. يعني انشيلدد يعني مش معزول يعني ايه؟ الانشيلدد ده بتلاقي الثمان كابلات على بعض او ما تفك الكفر الخارجي بتلاقي الثمانية على بعض. طب اللي انشيلدد عباره عن ايه؟ لما بتفك الكفر الخارجي بتلاقي كل جزء من دول حواليه فويل. عارفين الفويل بتاع الاكل كده؟ حواليه فويل. طب واللي انشيلدد ده انا بستخدمه في ايه؟ الانشيلدد ده بستخدمه لما بمشي كابل الداتا جنب كابل الباور اجيب انشيلدد. يعني انا زنقت خلاص وفي حته همشي داتا جنب باور اعمل ايه؟ اجيب انشيلدد. انما ده لما بيمشي جنب كابل الكهرباء الكهرباء بتاثر عليه. عارف انت زمان الراجل بتاع الدش اللي كان بيجي منك الشقه بتاعتك كان حاطط كابل التلفزيون مع كابل الكهرباء طبعا ده كان بيعك رسم تمام. المفروض الحاجات اللي ماشي فيها داتا كلها مسطوره لوحدها وبعيد كمان عن الكهرباء. طب انا اضطررت ان انا اعمل كده هبقى اتشيلد تمام. الانشيلدد تويستد بير ده في منه كتات بقى في منه كات 1 وكات 2 وكات 3 شكل حاجات اللي هو الكابل بتاع التليفون. هو كابل التليفون ده هتلاقيه كات 3 تويستد برضه على فكره بس مش اربع كابلات جوه اثنين او اربعه صح كده اثنين في الاقل في الارياف وكده واربعه في المدن تمام. وتلاقي كل جزء متضفر حوالين اخوه تمام. ده ايه؟ ده منها الفويس مش محتاجه كابل ومش محتاجه عادي تلاقي الكابل مجنزر وطالع روحه وشايل الحره بتاعتك تمام كده. من اول بقى كات 5 يا معلم ده اللي نبتدي نشيل عليه داتا كات 5 وكات 6. كات 5 يشيل لك لحد 100 ميجا كان ساعات ما بيجيبش ال 100 ميجا وعشان كده في السوق حاجه اسمها كات 5 اي اللي هو الاحسن من كات 5. طب لو عايز اشيل 1000 بقى 1000 ميجا اروح للكات 6. طب لو عايز اروح لل 10,000 ده ايه؟ ده فايبر يا معلم مش شغل ايدي بقى شغل نحاس. وكات 6 في منه برضه بيشيل 1000 منه وفي منه بيشيل 100 كات 6 تمام كده؟ طيب لو احنا رحنا دلوقتي على انواع بقى التقريج واحنا لما ناخد كابل كده شكل يو تي بي اللي هو انشيلدد تويستد بير ونيجي نقرجه. يعني ايه نقرجه؟ يعني نركب الارجيه اللي هو ال 45 ده فيه اهو اللي هو ده تمام. عايز اركب الارجيه ده يا رب احنا عندهم بره بس